أنا أعتقد أن التهمة ليست للبرهان فقط، إنما التهمة لهذا المكون السياسي الذي يتكون من المجموعة العسكرية والمجموعة المدنية التي تسمى قوى الحرية التغيير. هؤلاء لما كان هناك تفاوض على الفترة الانتقالية كانوا ينادون ب 12 سنة فترة انتقالية. تخيل فترة انتقالية 12 سنة ما تكون فيها انتخابات، وبضغط شديد جدا تنازلوا لتكون 4 سنوات. 4 سنوات فترة انتقالية، هذه فترة حكم كامل. لم يحد الناس في أي زمن ولا في أي دولة أن تكون الفترة الانتقالية بهذا الطول. في السودان حدثت ثورات سابقة، حدثت ثورة في 64 وحصلت ثورة في 85، وكانت الفترة الانتقالية سنة واحدة تنتهي بانتخابات بعد الشعب يختار. لكن طول هذه الفترة الانتقالية التي قصد بها يعني أن تكون فترة حكم يتم فيها تغييرات جذرية في هذا الطول هو الذي أدى لهذه الحرب، وهذا الطول هو الذي أدى لهذه الأزمات السياسية في السودان في تقديري.